مرحبا يا أصدقائي، نتساءل اليوم كيف خطب علي فاطمة وماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. تحية الإفطار مع جدو. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. نتحدث اليوم عن مواقف من حب علي ابن أبي طالب لفاطمة. كانت فاطمة الزهراء رضي الله عنها محط اهتمام العديد من الرجال، حتى إذا ما وصلت عمر الزواج تقدم كل من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة للزواج منها، فلم يوافق رسول الله على أحد منهم، وكأنه يرغب بعلي زوجا لها. ففي السنة الثامنة للهجرة خطب علي كرم الله وجهه فاطمة، حيث اقترح أحد الصحابة على علي الزواج من فاطمة، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله الرسول: ما حاجتك يا علي؟ قال: ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مرحبا وأهلا. لم يزده عليها، فخرج علي رضي الله عنه إلى أولئك الرهط وهم ينتظرونه. قالوا: ما وراءك يا علي؟ قال: ما أدري، غير أنه قال لي مرحبا وأهلا. قالوا: يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاك الأهل وأعطاك المرحب. قال: فلما كان بعدما زوجه قال: يا علي، إنه لا بد للعروس من وليمة. فقال سعد: عندي كبش. وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرة، فلما كان ليلة البناء قال: يا علي، لا تحدث شيئا حتى تلقاني. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، ثم أفرغه على علي رضي الله عنه، ثم قال: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في شبليهما. نذكر هنا موقفا من مواقف علي عند وفاة فاطمة. فعند وفاة فاطمة عم الحزن أرجاء المدينة، وفاضت مدامع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من شدة المصاب، وكان أشد الناس حزنا لوفاة الزهراء هو زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى أنه أنشد قائلا في وفاتها رضي الله عنها: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على أن لا يدوم خليل. نقترب أصدقائي من نهاية حديثنا لهذا اليوم، ونتساءل: ما معنى أهلا ومرحبا في اللغة العربية؟ اكتبوا لنا في التعليقات. أما غدا فسوف نغير حديثنا، وسوف نتكلم عن أسباب غزوة بدر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah.